معنا النهارده بوري، تقدري تستخدمي اي نوع انت بتحبيه، البولتي تمام، اي نوع بتحبيه تقدري تستخدميه بنفس الطريقه. نقول المقادير ونشوف مع بعض طريقه التحضير. عندنا ايه بقى؟ عندنا 6 من السمك البوري او اي عدد طبعا على عدد افراد الاسره. هنحتاج لهم 4 من الجزر المبشور، حزمة كرفس فرنساوي متقطعة صغير، 4 من الطماطم متقطعة مكعبات صغيرة، و3 بصلات متقطعين جوانح رفيعة جدا. التتبيلة، التتبيلة هتكون عندنا راس متقشرة من الثوم، 2 فلفل أحمر حامي و2 فلفل أخضر حامي، هنحتاج 2 فلفل رومي كبير متقطع قطع كبيرة، نص كوباية من عصير الليمون، نص كوباية من الخل، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة كبيرة كمون، شطة على حسب الرغبة، وملح، والملح هيكون حوالي معلقتين من كبار من الملح. التغطية هنحتاج 2 كوباية مية و3 كوبايات من الردة الناعمة. دي المقادير، ويلا بينا بقى نشوف طريقة التحضير. بداية عندنا مكونات التتبيلة اللي هي الدقة، واتكلمنا عنها كتير قبل كده ان هي بتنفع قوي قوي معانا، حتى لو عملنا كمية كبيرة اللي فاضل منها بيقعد معانا شهور ما بيجرالوش حاجة. حطينا كده الفلفل الحامي والفلفل البارد، تعالوا نحط يلا الليمون، بسم الله، والخل، الكمون، بسم الله، وادي الكزبرة الناشفة، عندي كمان الثوم، وتعالوا نحط يلا الملح. والملح زي ما قلنا الكمية دي تحتاج معلقتين كبار من الملح، وهم دول اللي بيخلوا الدقة تقعد حتى لو قعدت معانا فترة ما بيجرالهاش أي حاجة، محفوظة بكمية الملح اللي محطوطة مع كمية الليمون والخل. وتعالوا بينا يلا نقفل كده، بسم الله، يلا تعالوا بينا نشغلها. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا خلاص، التتبيله بتاعتنا بقت جاهزه ان احنا نتبل بيها السمك. اقدر كمان اتبل بيها بتنجان مقلي، اقدر اتبل بيها طماطم مخلله، بطاطس مخلله، بتستخدم في حاجات كتير، ممكن في المخللات كمان، فليها استخدامات كتير جدا. علشان كده عاملين كميه حلوه تقدري تستخدمي اللي انت عايزاه في تتبيل السمك، وبعد كده الباقي تشيليه في برطمان، سواء في الثلاجه بره الثلاجه مش هيجرى له اي حاجه. خد الجزر، الطماطم، الكرفس، وادي البصل، تمام، هقلبهم كويس مع بعض، وهتبلهم بقى بالخلطة اللي احنا عاملينها، تمام. يبقى كده عملنا ايه؟ حطينا الجزر، البصل، الطماطم، الكرفس، ومعاهم التتبيلة العظيمة اللي احنا عملناها دي، وريحة التتبيلة كده بقت رهيبة. حط كمان شوية، وبعدين هنعمل ايه؟ هبتدي اخد بقى السمك، والسمك عندنا النهارده يا دوبك مفتوح بطنه بس ومتنضف من جوه بالشكل ده اهو، تمام، عشان اقدر اخد من الحشوه دي او من الخلطه الجميله دي وحشي البطن بتاعته، انما القشر بتاعه لسه موجود زي ما هو. طيب حد يقول لي ليه لما بنيجي نشوي السمك بنسيب القشره الخارجيه؟ اولا بتحافظ لنا على الجلد بتاع السمك ما يتهريش، تمام. القشره الخارجيه دي ما ينفعش نشيلها لو انا هشوي بالرده خالص. ليه بقى؟ لانها بتحافظ لي على جلد السمك انه ما يتهريش. كمان الرده واحنا بنشوي كده بتلسع السمكيه وبتخلي لونها اسود من بره، فالقشره دي برده بتحافظ لي على اللحم بتاع السمك، ان انا اعرف اشيل القشر بقى كده بكل سهوله، فتفضل لي السمكه من جوه نظيفه وزي الفل. طب بينا، خلصنا تبلنا السمك كويس جدا بالخلطة اللي احنا عملناها، دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب هنا حاجة كبيرة كده تاخد السمكية، احط فيها الردة، والردة لازم تكون ناعمة، تمام، واخد بقى السمك.
طيب لو السمك من عندي هنا انا سبته فتره ونشف من بره، لازم يتبل بالميه قبل ما ينزل في الرده علشان الرده تمسك فيه. السمك لو ناشف الرده مش هتمسك عليه. هو لسه معانا يعتبر مبلول اهو، فهحط كده واضغط. تمام، اخدنا السمك اللي احنا نزلناه في الرده وحطيته في شوايه او جريل او صاج، اي حاجه متوفره عندنا في البيت. كلنا في البيت بقى عندنا الصاجه بتاعت الشوي دي، فبحطها على النار ولازم تكون سخنه جدا، لازم تسخن كويس قوي قبل ما احط عليها السمك. من الحاجات المهمه واحنا بنعمل السمك، خلي بالك ما تقلبيش كتير، مش كل شويه تقلبي شمال وتقلبي يمين، السمك هيتهري معاكي. من الحاجات الحساسه قوي، لازم تسيبيه ياخد وقته كامل من ناحيه وبعدين نبقى نقلب الناحيه التانيه، وما تقلقيش عليه زي ما قلنا سايبين القشره، عشان حتى لو السمك نفسه اتلسع شويه مش مشكله خالص، هي القشره هتتشال، هيبقى اللحم من جوه ابيض وزي الفل. تمام، يبقى عملنا ايه في الاول؟ عملنا الخلطه الجميله اللي كانت عباره عن ثوم وفلفل بقى حامي وبارد، كمون، كزبره، ليمون وخل وملح، وبعدين فرمناها. خدنا الخضار بتاعنا، كان جزر مبشور، بصل متقطع رفيع جدا، وكمان فلفل، لا مش فلفل، كرفس وطماطم متقطعين صغير قوي، حطيناهم وحطينا عليهم حوالي نص كوبايه كده من الخلطه اللي احنا عاملينها او التتبيله، قلبناهم كلهم في بعض وحشينا السمك من جوه. بعد كده نزلناه في الرده وقلنا لازم يكون الجلد بتاعه من بره، السمكيه من بره لازم تكون مبلوله فيها ميه علشان يثبت عليها الرده. حطيناها في الجريل على النار يكون سخن جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، وبدا السمك معانا اهو ياخد اللون من تحت. مش هنقلب غير لما نحس ان هو خلاص استوى والدنيا تمام، نروح قلبين الناحيه الثانيه علشان ما يتهريش مننا. وبنشوي السمك وريحته فظيعه ما شاء الله. بصوا بقى، ما قلبتش السمكيه غير لما لقيت ان هي خلاص استوت من ناحيه وبقت زي الفل، فرحت قلبها. ليه بقى؟ علشان زي ما قلنا التقليب الكتير بيخلي السمك يتهري مننا وما نعرفش نتعامل معاه خالص، فبالراحه كده نتعامل، ولما نتاكد ان هي خلاص اخذت اللون واستوت اروح قلبها الناحيه الثانيه على طول. تمام، هاي مكملين وبنشوي السمك البوري بالرده. ظبطنا كله اهو بالرده ومجهزين، حطينا كمان شوايه كهرباء لو ما عندناش صاجه، ما عندناش حاجه زي كده نشوي بيها، نشوي في الشوايه. اهم حاجه الشوايه لازم تكون سخنه جدا، او الجريل اللي انا حطاه على النار لازم تسخن جدا، او الصاجه، اي حاجه هشوي عليها. ما ينفعش احط السمك على حاجه بارده، حاجه بارده هتخليه برده يتهري معانا ويقعد ينزل ميه ويتهري وتبقى الدنيا مش تمام. خلاص، يبقى لازم الصاجه تكون او الشوايه او اي حاجه هشوي عليها تكون سخنه جدا جدا. تعالوا بينا بقى هنا سخنت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الايه؟ الشوايه. بسم الله، كويس كده الدنيا تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط السمك وما نقلبش زي ما اتفقنا. ودي كمان، وهيفضل معانا واحده نبقى نعملها في الطاسه مع اخواتها لما يطلعوا. مش محتاجين نغطي ولا حاجه، احنا هنسيب الشوايه كده ونسيب السمك براحته خالص لغايه ما ياخد لون، وبعد كده نقلبه، ولما يتقلب ويستوي من كل النواحي كويس بعدين نشوف بقى ايه. هنجهز له خلطه حلوه كده، تعالوا بينا. يلا السمك بيطلع المشوي، سواء بقى بنشوي بوري، بلطي، اي حاجه، بيبقى الغلاف بتاعه ناشف وكمان ملوش طعم. علشان نشرب السمك يبقى اللحم بتاعه له طعم حلو، هو طبعا من جوه متبل بس الخارجي مفيش حاجه متبله، عشان نتبله ويبقى طعمه حلو قوي هنعمل ايه؟ فاكرين الحشوه اللي احنا حطيناها جواه اللي هي التتبيله اللي احنا عملناها؟ تعالوا بينا بقى ايه. هاخد كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وعندنا ميه، ميه من الحنفيه عادي جدا،
هناخد شويه من الدقه اللي احنا عاملينها عشان احنا زودنا ايه ميه، فمحتاجين نقوي الطعم اكتر. واحط كمان شويه ملح صغيرين ونقلب الكلام ده كله. التتبيله دي او ميه الدقه دي هتبقى رهيبه، هتخلي طعم السمك حلو قوي، وهتطريه كمان من بره، وتخلي القشره السوداء اللي اتحرقت يعتبر في اثناء الشوي تقب بقى من اللحم وتفصل عنه، فبتديكي نتيجه اكتر من روعه. عايز اقول لكم كل اللي جرب الطريقه دي عجبته جدا جدا، والسمك قالب الدنيا بصراحه، ريحته جباره. زي ما شفتوا بنشوي السمك سواء على الجريل الكهرباء او على طاسه على النار او صاجه عندنا مخصصينها لشوي السمك في البيت. الطريقه والنتيجه تحفه جدا جدا. بصوا بقى بعد ما بيستوي السمكيه دي، خلاص كده استوت والدنيا تمام. زي ما قلنا بنقلبش كتير، بنقلب بس لما نتاكد ان هي استوت من جنب، فبنروح مقلبين على الجنب التاني علشان تبقى السمكيه معانا متماسكه وما تتهريش مننا. خلاص اتحمرت او اتشوت من ناحيتين تمام التمام، هبتدي ارفع السمكيه. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنوديها فين بقى؟ فاكرين الخلطه والدقه التتبيله الحلوه اللي احنا عاملينها وهي سخنه تنزل فيها كده على طول؟ بس يبقى من على النار، وتعالوا بينا بقى. بصوا زي ما قلنا بقى، الخلطه دي اولا بتخلي لحم السمك نفسه يتبل ويبقى طعمه حلو، ثانيا بتطري الطبقه الخارجيه اللي هي نشفت واتحرقت اللي هي السودا دي اللي تحتيها القشر اللي حامي السمكيه نفسها علشان تقب معانا بسهوله، واحنا بناكل تلاقيه بقى القشره السودا دي كلها طلعت بكل سلاسه. تمام، ده غير طبعا الكرفس والطماطم والجزر اللي احنا حاطينه، مدي شكل كمان رهيب، ده غير الطعم ايه الجميل. خلاص خلصنا، حطيناها في الميه شدت من التتبيله بتاعتها الحلوه دي، وحطينا على الوشين بدل ما نقلب، فانا عملت بالمعلقه علشان يبقى السمكيه كده محتفظه بشكلها ما تتهريش مني. تعالوا بينا يلا نرفعها من الخلطه الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى طول على طبق التقديم بالشكل ده، هايل جدا. اظن بقى ولا اسهل ولا اجمل من كده، الطبق بيتكلم عن نفسه. خلصنا كده خلاص، ومخليين باقي السمك معانا بيستوي. السمك البوري علشان راسه بتبقى كبيره شويه وبتحتاج وقت اكبر في التسويه، فبعد ما بقلبه يمين وشمال هجيبه كده على ظهره. بصوا بالشكل ده عشان الراس نفسها دي يوصلها الحراره بشكل كبير فتدينا تسويه كويسه. انا تاخر دي بس شويه عشان اخد اللي جنبها اقلبها. تمام كده، وهوقفهم بقى كده ايه جنب بعض شويه علشان نكمل تسويتهم. السمك البوري عشان كبير شويه وراسه كبيره شويه فبتاخد مننا وقت اكبر في التسويه. اهم حاجه ما نقلبش كتير، دي اهم حاجه في الموضوع. السمك بتاعنا كمان شغال وريحته اكتر من روعه، زي ما انتم شايفين كده كنا قلبناه على يعني نقول ايه على السلسله علشان العظم بتاعه يوصل له درجه الحراره كويس قوي ويستوي معاكي ويطلع معاكي مستوي 100%.